تعالوا لما نبص على الشيت رقم 2، تدريبات على مكونات وأبعاد المواطنة. عندي سؤال، ده سؤال مقالي كبير بقى جدا، بيقول لي للمواطنة عناصر ومكونات أساسية وضحها مع شرحها باختصار. مفروض إن في 5 عناصر ومكونات للمواطنة، جميل، من أهمها الحقوق والواجبات والانتماء والشعور بالمسؤولية نحو المجتمع. المطلوب منك في الدرس ده، أو مطلوب منك في السؤال ده، إن أنت تشرح ال5 مكونات باختصار. جميل، يعني انت مثلا هتقول لي رقم 1 الواجبات، هي مجموعه من الواجبات التي يقوم بها المواطن، وهكذا. لما يقول لك السؤال مع الشرح باختصار، ما تكتبليش العريضه بقى، ما تعرفش تشرح وتستفيد. الشرح باختصار يعني حاجه بسيطه جدا، يعني هتقولي رقم 1 الواجبات، هي مجموعه من الواجبات التي تفرض على المواطنين القيام بها، وخلاص، وتسكت على كده. مش هتقعد بقى تزود في الكلام، او مش هتديني مثال، مش هتزود، لان هم اصلا 5. فاحنا لو عايزينك تكتب بس، ما تضيعش وقتك الكبير يعني كتير في الحته دي. عندي كمان نوع تاني من الاسئله، بيقول لي ان الحد الادنى لاعتبار اي دوله مراعيه لمبادئ المواطنه من عدمه يتمثل في وجود شروط رئيسيه. جميل، دي العباره دي اسمها عباره افتتاحيه. هو بس جايب لك العباره علشان تعرف ان احنا بنتكلم على المواطنه، مش عن الديمقراطيه، مش عن المجتمع المدني. جميل، انا عرفت دلوقتي ان انا هتكلم عن المواطنه. السؤال اللي بعده بقى موضح لك بما تفسر للمواطنه شروط لتحقيقها. انت عارف طبعا الشروط الثلاثه للمواطنه، اللي من اهمها حكم الاغلبيه وعدم تحكم الاقليه فين في المجتمع. هتبتدي تكتب ايه الثلاثه بتوعك، توضحهم عادي جدا من غير اي شرح. طالما هو ما قالكش شرح، يبقى ما تشرحش. انا بس حابه اوضح لك الامتحان ممكن يجي ازاي. السؤال كمان عندي اسمه سؤال ما العلاقه بين المواطنه والديمقراطيه. مش عايزك تكتب لي ايه هي الديمقراطيه، حقوق واجبات، ومش عايزك تكتب لي معنى الديمقراطيه المواطنه، ومش عايزك تكتب لي معنى الديمقراطيه. انا عايزه العلاقه ما بينهم، عايزك تستنتج لي العلاقه ما بينهم. يعني المواطنه حقوق وواجبات، الديمقراطيه ان انا اشارك في الحكم. طيب ايه العلاقه ما بينهم؟ هي علاقه طرديه او علاقه عكسيه. في حاجتين في العلاقه، السؤال ما العلاقه ده؟ يا اما علاقه طرديه، يعني هما ماشيين مع بعض، ما ينفعش انفذ واحده والثانيه لا، يا اما علاقه عكسيه، يعني لازم عشان انفذ واحده الثانيه ما تتنفذ. طب المواطنه والديمقراطيه طرديه، يعني بيتنفذوا سوا، ولا عكسيه؟ طبعا طرديه، هي علاقه طرديه، لان لابد علشان الانسان ياخد حقوقه وواجباته لازم يكون عايش في مجتمع ديمقراطي بيساعد فيه الشعب على حكم الدوله، والعكس صحيح، لازم عشان يبقى عندي ديمقراطيه لازم اخد حقوقي وواجباتي. طيب لنفترض ان انا عكست لك السؤال، قلت لك ما علاقه بين المواطنه والديكتاتوريه. يعني ايه كلمه ديكتاتوريه؟ يعني انا مش بشارك في الحكم، زي مثلا فتره حكم محمد علي واسرته، كان حد بيشاركهم في الحكم ولا حد كان بيتكلم؟ لا، يبقى اسمه ديكتاتور، يعني بيحكم بس هو نفسه، ما بيسمحش لحد يشارك بالحكم معاه. طب المواطنه والديكتاتوريه علاقه طرديه ولا عكسيه؟ هتبقى طبعا علاقه عكسيه، ما ينفعش اخد حقوقي وواجباتي طول ما انا عايشه في مجتمع ديكتاتوري، هو اصلا مش هيرضى يديني حقوقي، هو بس هيخليني اعمل واجباتي. ده نوع تاني من الاسئله اللي انت ممكن تشوفها وتقابلها في الامتحان، العلاقه ما بين المواطنه والمجتمع المدني، ان انا كمواطن ليا حقوق وواجبات، لابد من المشاركه في المجتمع عن طريق الانضمام لمنظمات المجتمع المدني علشان اساعد المجتمع على التقدم والتنميه. ابعاد المواطنه، لو انت فاكر ممكن يجي لك شكل زي ده في الامتحان، والامتحان ان شاء الله غالبا هيبقى بوكلت، فانت هتكمله الامتحان في نفس الورقه يعني. ابعاد المواطنه عندي طبعا البعد الثقافي، وده اللي بيهدف الى تنميه ثقافه الدوله والحفاظ على اللغه. عندي البعد الاقتصادي الاجتماعي، وبيهدف الى ان الشخص ياخد حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه زي التعليم والصحه. عندي البعد القانوني، وده بيهدف الى ان القانون بينفذ على جميع الافراد بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعيه، وبغض النظر عن اي حاجه هما بينتموا لها. ما المقصود بالمواطنه؟ اخذناه قبل كده. وبكده انا بقى خلصت معاك حل شيتين من شيتات الفصل الاول.